الأدب والغرابة، دراسات بنيوية في الأدب العربي. القسم الثاني، بين أرسطو والجرجاني الغرابة والألفة. المقارنة: من له أدنى اهتمام بالبلاغة اليونانية يعرف أن المقصد منها لم يكن هو المقصد الذي وجه عمل البلاغيين العرب، وإذا اختلف المقصد فإن الظاهرة المشتركة تأخذ معنى وبعدا فريدين في كلتا البلاغتين. البلاغة اليونانية تبلورت في جو الديمقراطية، أي في جو تحتل فيه الساحة العمومية حيزا كبيرا من الحياة. كان المقصود منها التحكم في الخطاب والإحاطة بقوانينه، بحيث يصير الخطيب قادرا على التأثير في الجمهور واغتصاب تفكيره بطريقة أو بأخرى. نشأت الريتوريكا للإجابة عن السؤال التالي: كيف يستطيع الخطيب إقناع الجمهور وانتزاع موافقته عندما يقوم بعرض قضية شخصية أو جماعية؟ حتى ولو كانت هذه القضية غير عادلة، لتلبية هذه الحاجة ظهر اختصاصيون تنحصر وظيفتهم في إرشاد الخطيب إلى ما يجب قوله وإلى الترديد الذي تجب مراعاته في القول، بحيث يتم إخضاع المستمع إلى ما يرمي إليه الخطيب. ليست هذه هي الصورة التي تطالعنا بها البلاغة العربية. صحيح أن التاريخ العربي عرف أطوارا يمكن أن يذكرنا بعضها بالمناخ الذي برزت فيه الريتوريكا، مثلا في العصر الأموي وبداية العصر العباسي نلاحظ أن قسما كبيرا من الشعر والخطب كان المقصود منه الدعوة إلى فرقة أو مذهب، يعني كان الغرض منه التأثير والفوز بموافقة المستمعين. صحيح كذلك أن ناقدا معروفا اعتنى بالقصيدة من وجهة نظر التأثير الذي يجب إحداثه في الممدوح، بحيث يبادر هذا الأخير إلى إزالة العطاء للشاعر. لكننا لا نعني هذه الجوانب عندما نتكلم عن البلاغة العربية. لم يكن هم البلاغيين العرب الذين عاشوا في جو مخالف لجو الريتوريكا إبراز قوانين إنتاج الخطاب، وإنما قوانين تفسير الخطاب. كان الاهتمام ينصب بالدرجة الأولى على تفسير القرآن وعلى ضبط القواعد التي تضمن تفسيرا يتفق عليه الجميع. بالإضافة إلى هذا، كانت هناك حاجة إلى تدعيم عقيدة الإعجاز والبرهنة عليها بتحليل دقيق للنصوص في كلتا الحالتين. كان لابد من اللجوء إلى الشعر القديم كما هو معروف. لهذا نجد أن النماذج المحللة في كتب البلاغة هي نماذج من القرآن والشعر. اختلاف المقصد يظهر كذلك في التقسيمات المختلفة التي لجأت إليها البلاغة اليونانية والعربية. لا ينبغي أن ننسى أن التقسيم ليس بالعملية البريئة. قل لي كيف تقسم الأشياء أقول لك من أنت. إلى حد الآن لم يقم أحد بتعليل التقسيم الثلاثي للبلاغة العربية، المعاني البيان البديع، وهو التقسيم الذي فرض نفسه منذ السكاكي. المقارنة ينبغي أن تكون شمولية، لأنها إذا اكتفت بالتفاصيل فإنها لن تصل إلا إلى نتائج خادعة. لا يكفي أن نرى بلاغيا عربيا أثناء كلامه عن الاستعارة والتشبيه يمثل الرجل الشجاع بالأسد كما فعل أرسطو، لكي نتسرع ونقول إن تأثيرا قد حدث. فالأسد يزأر كذلك وبقوة في البلاغة الهندية. لماذا اعتنى الباحثون بالعلاقة بين البلاغة العربية والبلاغة اليونانية ولم يستدعوا البلاغة الهندية إلى حفلة المقارنة، خصوصا وأن أوجه الشبه بين البلاغة الهندية والبلاغة العربية كثيرة ومتنوعة؟ إننا عادة نتكلم عن البلاغة وكأنها شيء واضح المعالم معروض أمامنا ببساطة، وما علينا إلا أن نقطف ثماره. هذا تصور ينبغي تصحيحه.
ذلك أن ما يسمى بالبلاغة مغروس في غابة من المعارف والعلوم، وليس من الصواب المنهجي دراسة أحد هذه العلوم بمعزل عن العلوم الأخرى. البلاغة لها ارتباطات بالنحو والتفسير وعلم الإعجاز والمنطق وعلم الكلام. إذا كان لابد من أن نقارن، فلنبدأ بالمقارنة بين هذه العلوم. والعجيب في الأمر أن من يدرس السكاكي مثلا لا يعتني إلا بقسم مفتاح العلوم المتعلق بالبلاغة وينسى أقسام الكتاب الأخرى. إن رؤية الشجرة لا ينبغي أن تذهلنا عن منظر الغابة. البلاغة بين الأمس واليوم. المتصفح لكتب البلاغة يشعر أحيانا بالنفور والحرج، فهو يلتقي بمصطلحات وتعريفات غريبة عن أفقه، بعيدة عن قاموسه، لا تخطر له ببال عندما يقوم بتحليل النصوص. صحيح أنه يعرف أو يتخيل أنه يعرف معنى الاستعارة والكناية، ولكن ما معنى الاستعارة المكنية؟ وما معنى الاستخدام؟ ومراعاة النظير والإرصاد والتجريد والاستتباع والقول بالموجب، هل لهذه الطلاسم فائدة تذكر؟ أم نحن أمام أطلال مهجورة ليس لها سوى قيمة وثائقية تتعلق بقوم رحلوا؟ إذا كان لهذا المتصفح صدر رحب، فسيلاحظ أن هذه الأشكال البلاغية ليست غريبة ولا بعيدة عنه، وأنه يستعملها يوميا، أو على الأقل يستعمل بعضها عندما يتكلم ويكتب. إذ ذاك ستتقلص الغرابة، أو إن شئتم تغرب، وتعودها ألفة غامضة وأنس حميم. إلا أنه لا يسعنا إلا أن نلاحظ على العموم غروب الدراسات البلاغية في العالم العربي. كانت البلاغة فيما مضى علما نابضا بالحياة، وإذا بها الآن لا تكاد تحرك أي فضول كعلم التنجيم والكيمياء القديمة. كيف نفسر هذا التحول؟ أظن أن الجواب سنجده إذا وضعنا اليد على العلم الذي أخذ مكان البلاغة، ذلك أن علما ما لا يندثر إلا عندما يعوده علم آخر. التنجيم أدى إلى علم الفلك، والكيمياء القديمة إلى الكيمياء الحديثة. إذا اتفقنا على أن الغرض من البلاغة هو تحليل الخطاب، وإذا اتفقنا على أن البلاغة تغمدها الإهمال، فإنه يتعين علينا أن نبحث عن العلم الذي عوض البلاغة في العالم العربي. ما هو سلوكنا المعرفي اليوم أمام الخطاب؟ بعبارة أخرى، ما هي الاستراتيجية التي نتبعها اليوم تجاه الخطاب؟ لعل هذا السؤال سيتضح أكثر إذا لاحظنا أن ما حدث للبلاغة العربية قد حدث كذلك للبلاغة الغربية. ففي وقت ما من النصف الأول من القرن التاسع عشر، دخلت البلاغة الغربية بدرجة متفاوتة حسب الثقافات في طي النسيان. ومما يدعم هذا الرأي أن المستشرقين الذين لم يتركوا ميدانا في الثقافة العربية إلا أولوه الاهتمام لم يعتنوا بالبلاغة. هل توجد مثلا ترجمة فرنسية لأحد كتب البلاغة العربية؟ الترجمات والدراسات التي قام بها المستشرقون في هذا المجال يمكن أن تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة أو اليدين على أكثر تقدير. ما هو إذن سر المرض الذي أصاب البلاغة سواء في الشرق أو في الغرب؟ ليس من الهين الإجابة عن هذا السؤال، لنكتفي بالقول إن التفكير في غرابة البلاغة يحيلنا على ما ألفناه اليوم. الغرابة إذن لا تبعدنا عن همومنا ومشاغلنا الحالية. كل حديث عن الغرابة هو بالضرورة حديث عن الألفة، وضرورة اللغة أو الجناس ستنقلنا من الغرابة إلى الغروب، وبالتالي إلى الشمس. الاستغراب.
إذا قمنا بتصنيف القائلين فإننا لا شك سنقف على قائل معين موسوم بالغرابة لأنه يبتعد عن التصورات المألوفة لدى مجتمع ما. هذا القائل الغريب يظهر في عدة أشكال، فهناك المجنون والمهرج والمجذوب والساحر والشاذ والشاعر. كمثال على هذا الصنف يمكن أن نذكر خرافة، وهو شخص اختطفته الجن ثم عاد بعد مدة إلى أهله وصار ينطق بكلام غريب، ومن هنا عبارة حديث خرافة. إن القول الذي سيسترعي انتباهنا هو القول الغريب الذي يبدو بهذه الصفة بالمقارنة مع نمط مألوف من القول. الغرابة تتم كما يقول ابن رشد معلقا على فن الشعر بإخراج القول غير مخرج العادة. النص الذي يجب تحليله في كتاب أرسطو هو التالي: والصفة الجوهرية في لغة القول تكون واضحة دون أن تكون مبتذلة، وتكون واضحة كل الوضوح إذا تألفت من ألفاظ دارجة، لكنها حينئذ تكون ساقطة وتكون نبيلة بعيدة عن الابتدال إذا استخدمت ألفاظا غريبة عن الاستعمال الدارج، وأقصد بذلك الكلمات الغريبة الأعجمية والمجاز والأسماء المحدودة المطولة، وبالجملة كل ما هو مخالف للاستعمال الدارج. كل كلمة في هذا العنصر تقتضي تحليلا ضافيا، إلا أننا سنكتفي بملاحظة العلاقة التي يبرزها أرسطو بين الغرابة والألفة داخل النص الشعري. فمن ناحية نجد الوضوح والابتدال والسقوط والاستعمال الدارج، ومن ناحية أخرى نجد النبلة والبعد والغرابة، وهذا يعني أن النص الشعري يبتعد عن الاستعمال الدارجي وفي الوقت نفسه يتضمن قسطا من هذا الاستعمال. يقول أرسطو: ولهذا يجب أن تكون اللغة مزيجا من الألفاظ، فتجنب الابتدال والسقوط يكون باستعمال الكلمات الغريبة والمجازات والمحسنات وسائر أنواع الأسماء التي ذكرناها، بينما نظفر بالوضوح عن طريق الأسماء الدارجة. النص الشعري يتألف من عنصرين اثنين: العنصر الأول مرده إلى التعابير المألوفة الشائعة، والعنصر الثاني مرده التعابير الغريبة التي تستورد من مكان بعيد غير معهود فتجتاز مسافة طويلة ثم تستقر في مكان ليس من عادتها أن تكون فيه، فهي كالغرباء بين أهل المدينة. ومن هنا الشعور بالدهشة والتعجب، فإن العجيبات إنما تكون من البعيدات، وما يحدث العجب يحدث اللذة. ما معنى المجاز؟ المجاز يعني انتقال شيء من مكان هو مقره الأصلي إلى مكان آخر، أو كما يقول السكاكي: المجاز مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه، والكلمة إذا استعملت في غير ما هي موضع له وهو ما تدل عليه بنفسها فقد تعدت موضعها الأصلي. هذا النقل مدعاة للاستغراب، وبما أن الاستغراب لا بد أن يتحمله مستغرب، فإن المتلقي للنص الشعري يدخل في حساب المحلل البلاغي إلى جانب العلاقة الأفقية بين العناصر المكونة للنص. هناك علاقة عمودية بين هذه العناصر والمتلقي، ولا أعرف بلاغيا أهتم بهذه العلاقة العمودية بنفس القسط الذي نجده عند الجرجاني في أسرار البلاغة. لا يكتفي الجرجاني بالكلام عن المجاز والتشبيه والتمثيل، بل يعتني كذلك بتحليل التأثير الذي تحققه هذه الصور لدى المتلقي. هذا التأثير ليس بالعرضي، بمعنى أنه قد يحدث أو لا يحدث. بعبارة أخرى، لا يتكلم الجرجاني بالضبط عما يشعر به هو أمام هذه الصورة أو تلك، فلكل صورة بلاغية بنية خاصة وتأثير خاص. تا
تأثير يسميه الجرجاني فضيلة، بمعنى وظيفة الصورة، أي ما تفعله لدى المتلقي. هذه الفضيلة ليست مرتبطة بالمتلقي معين، وإنما هي من اختصاص الصورة، وهذا يعني أن التأثير يمكن دراسته دراسة موضوعية، فليس ما تحدثه الصورة محصورا في متلق دون آخر، وإنما هو شيء يبلغ حدا من العمومية يجعله موضوع علم أو موضوع استطيقة. حول ماذا تدور هذه الاستطيقة؟ حول الغرابة. الشعور بالغرابة هو علة التأثير الذي ينتاب المتلقي، ولهذا فإن الجرجاني لا يتكلم فقط عن الخطاب الشعري بل كذلك عن المتلقي، فلا يجوز فصل عنصر الخطاب وعنصر المتلقي عند الكلام عن الغرابة، ذلك أن الغرابة لا تتجلى إلا لمتلق تعود على نوع من التصورات، فإذا به يصادف في الخطاب الشعري أشياء مخالفة لما تعود عليه. الغرابة لا تظهر إلا في إطار ما هو مألوف. الشيء الغريب هو ما يأتي من منطقة خارج منطقة الألفة ويسترعي النظر بوجوده خارج مقره. هناك إذن علاقة جدلية بين الألفة والغرابة، وفي هذه العلاقة يكمن سر التأثير الذي يحدثه الخطاب الشعري. هذا ما سنحاول إبرازه من خلال كلام الجرجاني عن الاستعارة والتشبيه والتمثيل. مجاز الشمس. الاستعارة في الاسم أن تنقله عن مسماه الأصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم، فتجريه عليه وتجعله متناولا له تناول الصفة مثلا للموصوف، وذلك كقولك رأيت أسدا وأنت تعني رجلا شجاعا، ورنت لنا ظبية وأنت تعني امرأة، وأبديت نورا وأنت تعني هدى وبيانا وحجة وما شاكل ذلك. الملاحظ في هذه الأمثلة وجود أفعال المشاهدة، رأيت، رنت، أبديت، والمشاهدة لكي تتم لا بد لها من نور كاشف. النور الذي نجده في المثال الثالث أبديت نورا يعني لا بد من الشمس. توجد علاقة حميمة بين الاستعارة والشمس، وفي هذا الصدد يقول جاك ديريدا: دورة الشمس تكون دائما بمثابة خط مسيرة الاستعارة. في قلب الميتافيزيقيا يرى ديريدا عمل الشمس والاستعارة، وذلك في المفاهيم المعروفة: الظهور والخفاء، المشاهد وغير المشاهد، الحاضر والغائب. للاقتناع بهذه الفكرة يكفي الرجوع إلى أسرار البلاغة، حيث نجد في كل لحظة إحالة على الشمس. جل الأبيات التي يريدها الجرجاني تتضمن الكلام عن الشمس وعن الظلمة طبعا، عن ظلمة تزول بفضل الشمس أو القمر الذي يستعير نوره من الشمس. جل أمثلة الجرجاني لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعين المبصرة وبالشمس وبالمجاز. هناك مجاز الدواب ومجاز الركب السائرين في طريق واضحة أو ملتوية ومجاز الشمس. الكلام عن الاستعارة هو في الوقت نفسه كلام عن الشمس. ما هي مميزات الشمس والاستعارة؟ أولاً، تمتاز الشمس بالنور الذي تضفيه على الوجود، فتظهر الأشياء والأجسام وتجلي ما هو خفي. كذلك حكم الاستعارة فإنها نيرة متلألئة. إن شئت أردتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون. ثانيا، تمتاز الشمس أيضا بعلوها وشموخها وارتفاعها فوق الكائنات، فلا أحد يجهل مكانها ومكانتها في الوجود. ومن هذا الأصل استعارة الشمس للرجل تصفه بالنباهة والرفعة والشرف والشهرة. هذه الأوصاف تنطبق على الاستعارة، إذ من الفضيلة الجامعة فيها
أنها تبرز هذا البيان أبداً في صورة مستجدة تزيد قدره نبلاً وتوجب له بعد الفضل فضلاً. هذه الصورة المستجدة تجعل الخطاب يمتاز بخاصية ترفعه عن غيره من الخطابات وتجعله يرتقي إلى منزلة عالية، فيصير في قبيل الخاص الذي يرتفع عن قبيل المشترك العامي. ونلاحظ بسرعة أن التفرقة المعهودة بين الخاصة والعامة لا تقتصر على الحياة الاجتماعية، بل تمتد كذلك إلى الكلام الذي ينقسم إلى كلام عادي مألوف وكلام غريب جديد، والجديد لا يمكن تصوره إلا مضيئا. ثالثا، ثم أليست هذه الصورة المستجدة من أوصاف الشمس التي لا تبقى على حال، بل تتجدد وتطلع كل صباح في حلة قشيبة تهش لنا النفوس؟ فمن حسن الحظ أن الشمس ليست مستقرة في نقطة من السماء لا تزايدها. لولا انتقالها في السماء لكانت ضارة ومكروهة. لنقرأ مثلا هذا البيت: وهبك كالشمس في حسن ألم ترنا، نفر منها إذا مالت إلى الضرر. إننا نحب الشمس لأنها حاضرة غائبة، مقيمة راحلة، مشفقة غاربة، أليفة غريبة. طول المكوت في مكان معلوم يخلق الألفة ولكنه يورث الملل، فلهذا يبلى الشيء إذا طال وقوع البصر عليه وتمجه النفوس ولا يصبو إليه أحد. وطول مقام المرء في الحي مخلق لدباجتيه، فاغترب تتجددي. فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. إذا أراد المرء أن يتجدد فما عليه إلا أن يغترب، أن يبدل مقامه، أن يغرب كما تفعل الشمس، على أن غروب الشمس ليس ضياعها وانعدامها، إنها تشرق على قوم آخرين يصرون بمقدمها عليهم. ثم تعود من جديد إلى القوم الذين غربت عنهم. المرء المغترب يتجدد بانتقاله من مكان غير مألوف، لأنه في هذه الحالة يستعير ثوبا جديدا يجعله يبدو في منظر غير معهود. فالثوب يبلى كما كثرت لبوسه، وما على المرء إلا أن يبادر في تبديله بثوب آخر، إذ ذاك سترقبه العيون، لأنه سيمر من هيئة مألوفة إلى هيئة غريبة. فليس الثوب وحده الذي يتجدد، بل كذلك من يرتديه. هذا ما يحدث في الاستعارة، فالاسم يبلى مع كثرة الاستعمال، إذ يبقى جاثما على مسمى معين، ولكنه عند الاستعارة ينقل من مسماه الأصلي إلى شيء آخر، إذ ذاك يكتسي حلة جديدة وتهفو له النفوس. ذلك أن مبنى الطباع وموضوع الجبلة على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه، وخرج من موضع ليس بمعدن له، كانت صبابة النفوس به أكثر، وكان بالشغف منها أجدر. بناء على هذا يمكن أن نقول إن الغرابة والاغتراب لهما علاقة وثيقة بالبعد والابتعاد، كما أن الألفة ترتبط ارتباطا قويا بالقرب، وهذا ما ينص عليه الجرجاني عند حديثه عن التشبيه: فمن الشعراء من يستطيع رد البعيد الغريب إلى المألوف القريب، وإيجاد الائتلاف في المختلفات. إن التشبيه يكون أبلغ إذا اهتدى إلى أن يجمع إعناق المتنافرات المتباينات في ربقة، ويعقد بين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة. فكلما كان البعد شاسعا كان الشعور بالغرابة أمكن في النفوس. وهل هناك بالنسبة للناظر بعدا أكثر اتساعا من البعد الفاصل بين مشرق الشمس ومغربها، أي بين أفق وأفق؟ وهل هناك في الوقت نفسه قرابة ألطف من القرابة التي توجد بين الشمس الغاربة والشمس المشرقة؟ على هذا الأساس
يكون التشبيه المستغرب هو الذي يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر بعدما تبين المشرق والمغرب. المجاز من أفق إلى أفق قد يكون مجازا من العقل إلى الإحساس، فالشخص حسب الجرجاني يستفيد العلم أولا من طريق الحواس وثانيا من طريق الفكر. فالنفس تأنس بالعلم الأول لأنه أقدم لها صحبة وآكد عندها حرمة، وهنا يكمن سر التأثير المرتبط بالتمثيل، فالتمثيل يخرج النفس من خفي إلى جلي، ولا عجب إذا كان الشاهد المشهور على التمثيل يتكلم عن الخفاء والجلاء. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. هناك فضيلة مطوية أي مكنونة ومخفية، والخفاء لا يمكن أن يتصور إلا مظلما، ونشر الفضيلة لن يتم إلا بشعلة الشمس. وهذا ما نجده في البيت التالي: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. فنفس المتلقي تطرب عندما تنقل مما يعلم بالعقل المحض إلى ما يعلم بالمشاهدة، لأن الشاعر يتوسل إليها للغريب بالحميم وللجديد الصحبة بالحبيب القديم. لغة الشمس. رب قائل يقول: ما أكثر النصوص المجازية التي تتضمن إحالة على الشمس؟ هذا الاعتراض يمر بجانب المسألة عندما تختفي الشمس وراء السحب، فإنها تستتر ولكنها لا تفنى وتفقد مكانها في السماء. خذ مثلا هذا البيت: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. أين هي الشمس؟ لا نلمح ضوءها، ولكن حركتها واضحة في البيت. فؤاد ينتقل في سماء الهواء ثم يعود كالشمس إلى نقطة انطلاقه. قلت لا نلمح وحركة واضحة، في كلامي إحالة إلى الشمس، ولست أدري كيف يمكن أن أحول الجملة حتى أحذف التلميح إلى الكوكب المنير. نحن مدينون للشمس بالكثير، كيف يمكن أن نستغني عن استعمالات من نوع عبارة واضحة أو مشرقة؟ كيف يمكن الكلام عن الخطاب دون الكلام عن المعنى الخفي والمعنى الظاهر والمعنى الغامض؟ كيف يمكن الإفلات من لغة الشمس؟ الاحتضار. موضوع الغرابة والألفة لا يخص فقط البلاغة والخطاب الشعري، بل يمكن رصده في ميادين مختلفة من الثقافة العربية. في نهاية المطاف لابد أن نتساءل مرة أخرى عن التلقي المخصص اليوم للبلاغة، بالأخص للبلاغة التي صنفت بعد الجرجاني. من سوء حظ هذه البلاغة أنها مرتبطة بما يسمى عصر الانحطاط. لكن ما معنى الانحطاط؟ الانحطاط يقتضي شيئا كان في وقت ما مرتفعا وشامخا، ثم أخذ ينزل تدريجيا إلى السفح المقابل، حيث صار تدريجيا يضمحل ويذوب وينطفئ. تاريخ البلاغة العربية كما يكتب اليوم هو تتبع لدورة الشمس في طلوعها وازدهارها والكلل الذي يصيبها إلى أن لا يبقى منها شيء ويعم الظلام. كلامنا عن البلاغة بعد الجرجاني كلام عن شمس مريضة لم تعد قادرة على النهوض من مرقدها. والملاحظ أن ما يسمى بالنهضة، والنهضة تعني يقظة أو مجازا من ظلمة النوم إلى إشراقة الصباح، لم يمس البلاغة. فعلى المؤرخ المنجم أن يتساءل ويسأل الكواكب عن سر هذا السبات العميق الذي أصاب الدراسات البلاغية.